ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي ولي العهد الليبي في المنفى. أمير محمد أهلا بك، أود أن أسألك بداية كيف تتابع ما يجري وتطورات الأوضاع في ليبيا؟ الحقيقة أنا أتابع بحزن وقلق شديد ما يحدث في وطني ليبيا من جرائم وانتهاكات ومذابح يقوم بتنفيذها ميليشيات بأمر من القذافي شخصيا من أجل أن يبقى في السلطة هو وعائلته. طب أمير محمد، يعني لوحظ في المناطق التي باتت خارج سيطرة النظام القذافي أن العلم أبان العهد الملكي رفع في تلك المناطق، كيف تنظر إلى ذلك؟ نعم، هذا العلم يرمز إلى وحدة البلاد ويرمز إلى استقلال ليبيا ويرمز أيضا إلى دولة ليبيا في 51 اللي هي المملكة الليبية اللي كان يحكم فيها الملك إدريس واللي حكم فيها 18 سنة، عاش فيها الليبيون في أمن وأمان وازدهار ورخاء. فهذا العلم أصبح رمز الثورة، ثورة الشعب أو انتفاضة الشعب، وتم رفعه في أغلب المناطق سواء في ليبيا أو خارج ليبيا. هل يوحي لك أمير محمد وأنت ولي عهد ليبي تقيم في المنفى هنا في بريطانيا بأن رفع العلم ربما يشير إلى رغبة الملكي الليبيين في عودة الحكم الملكي في أسرة السنوسي إلى ليبيا إذا ما تغير المشهد في ليبيا؟ هو الحقيقة موضوع نظام الحكم أعتقد أنه من غير المجدي الحديث عنه الآن، وخاصة عندنا جثث ملقاة في الشوارع وعندنا ذبح وقتل يتم بدم بارد. المهم الآن هو وقف القتال أو القتل أو الذبح اللي يقوم به الميليشيات بأمر من القذافي شخصيا. طب مشروع للمرحلة المقبلة؟ الحقيقة مشروعي الآن أو همي الآن هو وقف المذابح داخل الوطن، هذا هو المشروع اللي احنا مستمرين فيه، ونحاول بقدر الإمكان الاتصال بالجهات الدولية من أجل الضغط على القذافي لكي يوقف هذه المذابح وهذه الانتهاكات، وأيضا لكي يرحل من عن ليبيا ويترك الشعب الليبي يختار ما يريده. هل لديكم اتصالات مع مسؤولين بريطانيين هنا أو مع مسؤولين أمريكيين؟ هل تستشارون فيما يجري هناك؟ نحن ندعو المجتمع الدولي بالضغط على القذافي لكي يوقف هذه المذابح. يعني هل تلتقون بمسؤولين؟ هل التقيتم في الفترة الأخيرة هنا؟ اتصالنا مع الجميع احنا من أجل إيقاف هذه المذابح. هل تسألون عن كيف تفكرون أو عن رؤيتكم للمرحلة القادمة؟ مثل ما قلت احنا ما يشغلني انا شخصيا هو إيقاف المذابح التي على أرض ليبيا، هذه هي الأولويات اللي أنا أعمل عليها، وأيضا إخواني باقي الإخواني في المعارضة الليبية ككل في الداخل وفي الخارج هو العمل على إيقاف حمام الدم. أنا أعتبر هذا من أولويات المرحلة الآن. طيب كيف يعني معناته هذا سيكون السؤال، كيف تنسقون مع كافة التنظيمات الليبية المعارضة؟ هل هناك رؤية واحدة؟ هل تتبحثون فيما يجب أن هناك أن يفعل الآن؟ نعم، هناك رؤية واحدة وهي رحيل القذافي، وقبل ذلك يجب أن تقف هذه المذابح، وأنا أعتقد أن أي وطني أي ليبي غيور عليه بلده سيعمل في هذا الاتجاه وهو وقف المذابح فورا والضغط على القذافي لكي يرحل عن ليبيا هو وأسرته وترك الشعب الليبي يختار ما يريد. يجري الحديث اليوم في حديث في مؤتمر صحفي المتحدث باسم الأبيض، يبدو أن كافة الخيارات مطروحة، هل ترى إمكانية أو هل تدعو إلى تدخل عسكري في ليبيا؟ أنا لا أدعو لتدخل عسكري، ولكن كل ما أدعوه هو الضغط على القذافي لكي أنت